انت هم عندك عدو، عدوك شنو؟ عدوك الشهوة المحرمة، عدوك الكسل اللي ما يخليك تقعد الصلاة الصبح، عدوك الكذب، عدوك الغرور، عدوك الرياء، عدوك التكبر، كلها أعدائك. هذول أعدائك انت بالدنيا هسه كون تقتلهم، كون تقضي عليهم، لأن انت إذا متت وذن الملكات على حطتين ترى سالفتك مو خوص سالفة. إذا انت اليوم نفس باكر ترى سالفتك مو زينة، اقعد ويا روحك، شخص أعدائك، اكض لك ورقة وقلم واكتب كم ملكة سيئة عندك بعدك ما متخلص من عدها. انت شيخ الآن، أنا مثلا احكي على روحي، خطيب شايف روحك شوفه، اكتب أنا عندي غرور. انت قارئ حسيني رادود، يهمك الناس ترضى عنك والله والله، اكتب أنا يهمني الناس ما يهموني الله. انت شاعر تكيف من يقولون أعد أعد، عندك عندك خلل، اكتب أنا غايتي الناس مو هيك. انت مثلا شاب تلطم على الحسين لكن ما متفقه بدينك، الحسين شي يريد؟ يريد القلب، الصدر اللي تلطم عليه مملوء معرفة، اكتب أنا ما أقرأ، ما طالع، ما طالع، لأنه ثقوا بالله اللي يدرس إعدادية واللي يدرس كلية واللي يدرس غير مجالات، إذا يريد يدخل السرور القلب إمام زمانه، اللي يريد يدخل السرور القلب الحسين، كوني يقولون فلان خادم الحسين طلع أول. هي هاي زين، هاي هي أهل البيت ايش يريدون؟ مال أنا مثلا أسوي أعمال صالحة من جانب وأنا مملوء سيئات، لا هاي هوسة، كذ روحك. حتى من شخص ملكاتك اكتبين بورقة، أنا الآن أحشو وياك أنت وأحشو وي روحي، أنت تريد الله؟ تريد الحسين؟ تريد صاحب الزمان؟ بينك وبين الله ملكات، اقلع ذن الملكات، وإلا ثقوا أنا اليوم لو أسوي 3000 محاضرة وبيني وبين الله محرم معين، ترى لا بي ولا بمحاضرات. وهذا اللي يكتب على الحسين لو يكتب 1000 كتاب وبينه وبين الله حرام، يسقط أخوه ويحكي على أخوه ويحارب أخوه، وهذا ضد ذاك، وهاي الهيئة ضد هاي الهيئة، وهذا الموكب ضد هذا الموكب، وهذا الشيخ ضد ذاك الشيخ، وهذا هذه كلها ما لها قيمة. أقولكم إياها، خلي أقولكم إياها صراحة، الله يريد قلب نقي، الله يريد قلب من ينذكر قدامه يرجف. كون مني تسمع سالفة الله تخشع من تطب لك الفاتحة والقرآن يقرأ، أنت مستمع من تلطم على الحسين كأنما طافرة جمرة من الخيام وطابة بقلبك، مو تضحك تبتسم. أنا أستغرب بعض الأخوان يبتسم رايح خيمة حرقوها ومرة سبوها، تبتسم علي من أنت؟ مو هي بلوة وطايحة علينا، انت علي من تضحك وتبتسم؟ البيت حلو، الصورة الشعرية حلو، بيش كيلو الصورة الشعرية؟ اقول لك زينب سبوها، تقول لي الله تضحك علي، شنو تضحك انت؟ سالفة الله يراد لها ثقل، سالفة الله يراد لها قلب، سالفة الله يراد لها شاب اذا جن عليه الليل قال لبيك اللهم لبيك. الحسين يريد شاب من يمشي بالشارع وتمر مرأة يغض الطرف، لأن العين اللي تبكي على الحسين ما يصير تباوع على الحرام. الحسين يريد الشاب واعي عالم، وددت لو أن الصياط تسلط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. الشك بين الثانية والثالثة بالصلاة شنو حكمه؟ اللي يصلي وينسى التشهد ويقوم للركعة الثالثة شي يسوي؟ راس سنة خمسية عندك، يوميش قد تقرأ قرآن؟ هيك يريد الله، هيك يريد الحسين، بالمقدار
الذي تبكي به العين على سيد الشهداء يجب عليها أن تغض البصر عن الحرام، واليد التي تضرب على الصدر لاطمة على سبي بنات رسول الله نفسها اليد التي تكتب فضائل آل محمد وتنشرها، ونفسه القلب المليء بالمعارف. اقروا، طالعوا، ناقشوا، اقروا روايات أهل البيت، اقروا كتب آل محمد. الهجمة اللي علينا يرادلها حيل، يرادلها ناس تقرأ. المدنيين عندهم إشكالات، العلمانيين عندهم إشكالات، الملحدين عندهم إشكالات، الفرق المنا ومنا ضد المذهب عليها إشكالات، المذاهب الأخرى عليها إشكالات. قل لي أنت شلونك إذا أستشكل عليك؟ حاول تخلي لك وقت. إحنا اليوم في أيام رسول الله، شكان يسوي رسول الله؟ من تنزل الآيات يحفظهم ويكتبهم ويقريهم. العلم، العلم معارف. جناحين يطير بهن العبد. هاي قضية رسول الله شلون نجحت؟ نجحت بثلاث شغلات: سيف علي بن أبي طالب، القوة، مال خديجة، أخلاق محمد. شوف شغل. اليوم احنا إذا ردنا نظفر نطير بجناحين: العلم والسلوك الحسن، أخلاق.